أهلا بكم. كما تابعتم في الفيديو لاحظتم حركة سير طائرة تابعة لشركة سيلكوي ويست أيرلاينز الأذرية ما بين تأمن رحلات ما بين مطار ليبزيك الألماني ومطار غاو في مالي. هذه الطائرة من نوع إليوشين قامت بعدة رحلات هذه الأيام، وبل وليس الطائرة واحدة كما اليوم يافي دو زافيون، طائرتين من نفس النوع نفس الشركة. هذه الرحلات بين ليبزيغ الألمانية وغاو المالية. من المحتمل أن هذه الرحلات عندها علاقة قرار السلطة الحاكمة في مالي الاستنجاد بخدمات قوات الروسية، قوات شركة فانغار الروسية المرتزقة. المثير هو أن هذه الطائرة أقلعت يوم 21 سبتمبر و 23 سبتمبر من مطار أدرار جنوب الجزائر نحو ليبزيغ الألمانية، ويوم 25 سبتمبر من مطار تمر راست في جنوب الجزائر أيضا نحو ليبزيغ الألمانية. يعني أنها كانت تتوقف بالمطارين الجزائريين أثناء رحلتها من غاو نحو ليبزيغ بألمانيا. الملاحظ في هذه الرحلات خصوصا أنها رحلات مكثفة، اليوم طائرتين من نفس النوع ونفس الشركة قاموا برحلتين من ليبزيغ إلى غاو. هذا يؤكد على أنه هناك نقل قوات المرتزقة لشركة فانغار الروسية نحو مالي كي تقدم خدمات لحكومة باماكو. ويظهر أن النظام الذي يدعي أنه ضد التواجد نتاع المرتزقة في ليبيا ها هو بنفسه يسهر على تواجدهم ونقلهم نحو مالي. إذن هنايا يبين علاش تبون البارح قال باللي أن الجزائر قوة ضاربة. فهو الآن نظام هذا في الجزائر يسدي خدمات القوى للقوى الكبرى عبر فتح مجال جوي الجزائري ومطارات الجزائر لهذه القوة أو القوى التي تستبيح أرض وسماء الوطن. ولا كونتر بارتي، يعني المقابل نتاع هذه الخدمات اللي يسديها هذا النظام اللي ولا وبشكل رسمي عميل للمنظومة الاستعمارية، واستمرار هذه القوى في الدعم نتاعه. وهنايا يظهر بشكل جلي كيفاش راه يسخر بلادنا ومطاراتها وأجواءها الجوية باش تعمل القوى الكبرى ما يحلو لها في منطقة الساحل والصحراء. وهذا دليل قاطع على أن هذا النظام هو نظام عميل لدى المنظومة الاستعمارية، هو نظام ينفذ أجندات المنظومة الاستعمارية التي لا تقبل أن تكون منطقتنا أو دولنا يعني دول منافسة لها خصوصا في القارة الإفريقية. وهذا النظام العميل يقوم بمهمة قدرة في منطقتنا، وعلينا أن ندرك جميعا بأن عمالته للمنظومة الاستعمارية هو استعمار من نوع جديد يجب التصدي له، خصوصا وأن هذا النظام لم يثبت أنه وفي لرسالة بيان أول نوفمبر، أنه ليس بوفي لشهدائنا ولمجاهدينا ولثورتنا، وأنه عميل ومنفذ لما يؤمر به. إذن كما شفتوا لي فايفيان تاع هاد شركة الطيران تسمى سيلك واي ويست ايرلاينز الأدارية ما بين ليبزيغ وغاو، هذا يبين باللي الكلام اللي قاله عبد المجيد تبون البارح في لقائه مع ولات الجمهورية على أن الجيران نتاعنا راهم مسلمين أمرهم للجزائر ومسلمين أمرهم مساعدات الجزائر، ها هو الدليل على أن النظام راه يسدي خدمات للمنظومة الاستعمارية عبر نقل قوات مرتزقة روسية إلى مالي.
الكلام اللي قاله البارح عبد المجيد تبون كان حقيقة غريب ومثير كما يقولوا للدهشة ومثير للسخرية، عندما قال الكثير من الأشقاء مسلمين أمرهم للجزائر والمساعدات للجزائر. وبالنسبة ذكر قال ليبيا، قال الساحل، وهنا تبان مالي والنيجر بوركينا فاسو، وقال الصحراء اللي يسميها الغربية، وقال القضية المقدسة نتاعنا واللي هي القضية الفلسطينية. هذا الكلام اللي قاله عبد المجيد تبون أكد باللي خصوصا بالنسبة للمسألة الليبية، باللي النظام هذا ما دار والو في القضية الليبية، وباللي الليبيين ما يتيقوش في هذا النظام بكل صراحة، لأنه الكلام هذا اللي قاله هو فيه إساءة الليبيين. يعني كيفاش يتبون الجيران راهم مسلمين أمرهم للجزائر، علاش هادو ما عندهمش وما لا 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 ما عندهمش يعني كيما يقولوا يسون با كابابل باش بور ريزودر لور بروبليم، باش انت يقولوا مسلمين، يعني انت تهين في الليبيين بشكل غير مباشر، وتضرب في دبلوماسيتك، تضرب في دبلوماسيتك وتخليها محل شك من طرف الأشقاء في ليبيا. لما تتكلم على النيجر الساحل، يعني النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ماذا يعني أنهم مسلمين أمرهم؟ يعني عفوا هاد الدول اللي راهم تحت وصاية الجزائر، احنا يا أخي لازم نكونوا دولة مجاورة وتحترم سيادة الدول الجوار، احنا ما خصناش نكونوا لاعبينها واعرين ولا لاعبينها باللي احنا يرانا كوم لي بي هادو لي بويسونس نحاولوا نسيطروا على دول الجوار، وانت ونظامك ما يقدرش يسيطر على 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 دول الجوار بما فيهم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بما فيهم حتى موريتانيا اللي مشيتوا وطلبتوا منها باش تغلق معبر القرقرات مع المغرب، وقلت لكم لا ما نغلقش معبر القرقرات مع المغرب. إذن بلك الحاجة الوحيدة، الحاجة الوحيدة اللي بلك فيها عندك الحق، هو أنك اللي مسلمين أمرهم ليكم يا عصابة العسكر هم مخيمات صعاليك بوليساريو، أما باقي الأشقاء فهذا التصريح نتاعك يشكل سقطة دبلوماسية غادي تخلي الأشقاء في الدول المجاورة ينظروا إلى الجزائر بنوع من الريبة. البارح بهدلتنا يا تبون قدام دول الجوار، بهدلتنا مع الليبيين اللي ما دايرينش فيكم الثقة، والليبيين ما يأمنوش فيكم، لأنكم أنتم نهار وقعت الثورة الليبية في 17 فبراير 2011 ما وقفتوش مع الشعب الليبي، أنتم وقفتوا مع الدكتاتور القذافي اللي الليبيين انتفضوا ضده. أما تصريحك هذا على أن الليبيين راهم مسلمين أمرهم، فهذا كله خزعبلات وكلام تافه على بالنا بلي راك توجهها فقط اللي كانوا في القاعة ولا وجزء من الشعب الجزائري اللي مازال ما فاقش بالأكاذيب نتاع النظام العصاباتي اللي راه يحكم بلادنا. إذن عليك أن تراجع كلامك مرة أخرى إذا كنت تريد أن تكون للجزائر علاقات حسن جوار مع دول اللي عندنا حدود معها، وما تديرش الغلطة اللي درتها أنت والنظام بتاعك مع المغرب، وكفى من يعني خلق عداوات مجانية للجزائر. الجزائر ما هيش محتاجة باش يكون عندها أعداء، الجزائر محتاجة يكون عندها أصدقاء وأشقاء، وانتم بهذه السياسة نتاعكم نتاع التعالي والنفخة اللي ما عندها أي أسس، راكم تخلقوا العداوات للجزائر، وهذه العداوات تهدد الوحدة الوطنية، هذه العداوات تفكك الوحدة الوطنية وتجيب لنا مشاكل كبيرة. إذن كلامك هذا ما له أي معنى، وكلامك هذا ما هوش كلام دبلوماسي، وما هوش كلام رزين، وما هوش كلام يعبر على يعني الموقف الحكيم اللي خاص تكون تتسم به الجزائر
فيما يخص دبلوماسيتها. أما عن قضية فلسطين فما أنتم فاعلون بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ أنتم مجرد تجار بهذه القضية، أنتم مجرد تتاجرون بالقضية الفلسطينية من أجل أهداف فقط باش تخليكم تسيطروا على الشعب الجزائري وعلى الجزائر، لا أكثر ولا أقل. لم تساهموا لا في إعمار غزة، لم تساهموا لا في دعم المقاومة، ما قدرتوش تستقبلوا حتى زعماء المقاومة الفلسطينية. إذن ما عندكم حتى دور، وكل ما تقومون به فقط كلام فارغ وتافه ولا معنى. والسلام عليكم.